طب انا في الصور بقى والله يا قالوا الوحل رحمه امي ده اللي قالوا في التليفون يوم الثلاثاء 19 ونص لغايه الساعه 2 ونص بيكلمني ابويا يا تحيا مصر يا ضربوا في صدره واحنا فرحانين ان هو راح شهيد موتوا وضربوا في صدره فرحانين ان هو راح شهيد والله عليك يا حبيبي قعدنهم في الجامع يقول لي يما قاعدين في الجامع يما فدا بلد قعدوهم في الجامع يما العصادي يما في الكامين وفي المزرعه بلد وفدا وانا جاي لك هجيب لك صاروخين يما وفي النهايه مات ايه هجيب لك صاروخين يما وفي النهايه مات علينا يما في النهاية مات ايه؟ مات ايه؟ مات شهيد؟ مات شهيد؟ بعد ما قلت تحيا مصر لما هو راح بس في النهاية قولي تحيا مصر يما اقول له تحيا مصر يا بنور قال لي قولي تحيا مصر يما يحيا العيد جيش مصر يما يعيش جيش مصر يما اوعي يما تتخلى على امانك يما انا بحب انت راجل يا ولية انا راجل يا ولية ده انا هاكلهم واجرجشهم بسناني قلت له اوعى تموت لما تموتهم اوعي يا بنوب لما يجوا عليك تسيبهم يموتوك اللي بتموتهم نسيبهم ثمانية يما نمشي يما ونسيبهم يما الظباط لسه راجع يما استني طب يما حتى عشان حرام جايين صايمين يفطروا يما طيب يما انت تخلي فراغ جفتوا معاه وما رضاش ينزل بعد ما هم يجوا عليك اليوم اللي وموتوهم يا ريت سابوهم ده دعكوهم عشان يخشوا الناحيه التانيه ويموتوا البعيد قال على جثتي عدوا يا ابو عدوا يا حبيبي عدوا يا حبيبي عدوا والله على جثتك وجثتهم يا ولدي التمانية عدوا عليهم يا ولدي بس الراجل يا ولدي موتوهم يا ولدي ناري بردت لما موتوهم يا ولدي يا ولدي انا عايز حقوقهم كلهم حقوقهم كلهم دي كلهم